من الأعمال، يعني شوية بين الواقع والفانتازيا، وكل الأسئلة اللي بتسأليها دي يعني هي مفاجآت هتبقى جوه، هي هتبقى جوه العمل، وده اللي هيديله الخصوصية بتاعته كجزء تاني مختلف عن الطريقة التقليدية في عمل الأجزاء التانية، الجزء التاني للأفلام أو الأعمال الدرامية. مش هنكمل حكاية الثلاث صحاب يعني اللي مش كانوا هينفع أقول لك خالص طيب عشان تيجي فيلم طيب احنا مضطرين